يا صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا وبيتابعونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. احنا النهاردة في مصر عندنا مناسبتين مهمين جدا. الأولى هي عيد الحب المصري، طبعا عارفين 4 نوفمبر. ربنا طبعا يجعل أيامنا كلها حب وسعادة. طبعا العالم كله بيحتفل بعيد الحب في يوم واحد وهو يوم 14 فبراير، وده عيد الحب العالمي، لكن احنا كمصريين هنا بنحتفل بيه مرتين. دايما عندنا البصمة بتاعتنا، مرة في فبراير والمرة التانية في نوفمبر. طبعا كلنا عارفين الرواية الشهيرة الخاصة باختيار هذا اليوم عشان يكون عيد الحب المصري، كانت فكرة الكاتب مصطفى أمين سنة 74. شاف جنازة موجود فيها 3 رجالة فقط، فسأل ليه؟ قالوا عشان الراجل اللي توفى ده ما كانش فيه حد بيحبه، فاختار اليوم ده عشان يكون عيد الحب. عيد الحب في مصر الكل يعبر فيه عن حبه وعن المودة اللي بيكونها للآخر دون استثناء. أعتقد أن ده هو الفرق ما بين الفالنتين العالمي وعيد الحب المصري. عيد الحب المصري مش مرتبط بالحب بين 2 أو زوج وزوجة أو جو الدباديب والورود والهدايا والحاجات دي كلها، مش محتاجين الكلام ده، يكفي أنك تعبر عن حبك بكلمة. ودايما الناس بتيجي في عيد الحب وتبالغ قوي في التعبير عن الحب، بنشوف مظاهرة حب زي ما بيقول كده على السوشيال ميديا، غالبيتها بيكون ما تحسهاش صادقة. في بعض الناس بتعبر عن حبها بطريقة مبالغ فيها، ونلاقي كمية ورود ونلاقي هدايا ضخمة، ونلاقي دايما بشوف الكلام ده ما فيهوش نوع من الصدق، لأنه التعبير عن الحب ما بيكونش عن طريق السوشيال ميديا. دايما بشوف الحاجات دي حد كل غرضه وكل تفكيره ان هو يحط حاجة على السوشيال ميديا عشان الناس تقول ان ده في عيد الحب عمل كده. وتلاقي بقى طبعا تعرفين الشير بالنسبة للناس، والناس تبتدي تتابع، وبعض الناس تدخل تشوف الهدايا اللي جات لناس تانية فيتضايقوا ان هم كمان ما جالهمش نفس الهدايا بنفس القدر او بنفس القيمة. لكن في النهاية خلونا متفقين انه الحب ممكن تعبر عن حبك بكلمة بسيطة لشريك حياتك او لصديقك او لأختك او لأي فرد انت بتتعامل معاه. حب عطاء وتفاهم ومشاركة ومودة وكلمة طيبة، وده اهم حاجة في الحب. الحب هو قلوب نقية ووفية واهتمام لكل اللي حوالينا، للأب للأم للأخ للأخت الصديق، لكل الناس دون استثناء. وربنا دايما يجعل أيام المصريين كلها أعياد. أما المناسبة التانية فهي مناسبة غاية في الأهمية. النهاردة مصر بتحتفل بمرور 100 سنة على اكتشاف مقبرة الملك الذهبي توت عنخ آمون، أهم كشف أثري عالمي في القرن الأخير. احنا بالمناسبة دي هنعرض لحضراتكم النهاردة فيلم وثائقي من إنتاج القناة الأولى، عنوانه الغيوم والملك المظلوم. الفيلم هو إعادة اكتشاف وقراءة لما حدث في 4 نوفمبر من عام 22، اليوم اللي العالم كله كان بيتابع فيه تفاصيل اكتشاف أكتر من 5000 قطعة أثرية من مقتنيات مقبرة الملك الشاب توت عنخ آمون. الفيلم الحقيقة بيجيب عن مجموعة كبيرة من الأسئلة الشائكة، لأنه في أسئلة كتيرة جدا بتتردد خلال الفترة اللي فاتت، تحديدا خلال آخر 100 سنة فاتت. بيستعرض مثلا قصة الكشف الأثري المذهل، إزاي نجح هوارد كارتر عالم الأثار الإنجليزي الشهير سنة 22 في اكتشاف كنوز حيرت العالم كله. هل كان كارتر لص أثار وسرق بعض محتويات المقبرة اللي بتعتبر أيقونة أثرية؟ دي بعض التساؤلات، يعني في ناس بيقولوا هل بالفعل كان لص أثار؟ وطبعا هذه المقبرة بتحظى باهتمام العالم كله، لأنها طبعا المقبرة الملكية الوحيدة في وادي الملوك اللي تم اكتشاف محتوياتها سليمة وكاملة نسبيا. كمان الفيلم بيرصد بالتفصيل الأحداث الدرامية اللي أحاطت بحياة الملك الشاب، وبيرصد الصراع اللي نشب في عهد والد الملك توت عنخ آمون بين الملك إخناتون وبين كاهن الطيبة. كمان كيف أثر هذا الأمر على البلاد سواء في الداخل أو في الخارج؟ ده غير أن الفيلم بيتتبع القصة الحقيقية لموت الملك الشاب، هل تم اغتياله؟ كيف تم إجراء الكشف الطبي على المومياء الخاصة بيه؟ ده طبعا بعد آلاف السنين من وفاته. ولماذا تم اكتشاف مقبرته كاملة دون أن تتعرض للنهب؟ الفيلم تم تصويره في المتحف المصري وسقارة والأقصر والمتحف الكبير مع مجموعة كبيرة جدا من علماء المصريات والمختصين في الأثار والترميم، وتفاصيل هتعرض لأول مرة عن قصة الفرعون الذهبي توت عنخ آمون وحياته وقت لما كان كمان طفل صغير وشاب وملك، وكمان الحديث عن رحلته الأخيرة بجوار مقتنياته الذهبية في المتحف المصري الكبير. كل هذه التفاصيل هتكون في فيلم هنعرضه على حضراتكم النهاردة بعنوان الغيوم والملك المظلوم. بنصبح لحضراتكم مرة تانية، أهلا بيكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر.